ضمن مباريات الجولة 16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استضاف الرأي شقيقه الاتحاد. صافرة محلية دخلت أجواء التحدي مبكرا. 25 دقيقة استغرقها الفريقان ليحضر أول تهديد حقيقي من قبل روماريني، وشوط أول غلب عليه الانضباط التكتيكي والتدخل البدني القوي، والمايسترو جهاد الحسين يدير كفة اللقاء كما يريد، والكتيبة الحمراء تبادر بدورها لتهديد مرمى الضيوف الذين ردوا بدورهم برأسية وصلت بسلام ليد الحارس الرائد. شوط ثاني اختصر كل جمال المباراة في لقطة أحمد الزين الذي تلاعب بالدفاعات الاتحادية وأهدى فريقه الهدف الأول. ساعة كاملة عانى فيها الاتحاد ولم يظهر بالشكل المطلوب الذي تتمناه جماهيره، حين تعرض لضغط كبير من أصحاب القمصان الحمراء الذين اقتربوا كثيرا من تسجيل الهدف الثاني. وفي غمرة الأفراح الرائدية فاجأ ليوناردو جل الكل بتسديدة أعادت النتيجة للتعادل. ليوناردو خيل قوية، الله، مباراة رغم سلبيتها في الشوط الأول إلا أنها كانت مثيرة خلال مجريات الشوط الثاني، وانتهت بهدف لمثله وصل من خلالها الرائد للنقطة 27 وأصبح رصيد الاتحاد 16 نقطة.